الاثنين الرابع من مارس، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس. والبداية بالعناوين. إحباط تهريب 40,000 لتر من وقود الديزل بالمنطقة الغربية. ضبط الشحنة الأكبر من الكوكايين في تاريخ البلاد. والأمراض تفتك بالثروة الحيوانية وتنذر بارتفاع الأسعار. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. قال جهاز دعم الاستقرار في ليبيا إنه تم إحباط تهريب 40,000 لتر من وقود الديزل في بلدة نسمة غرب ليبيا إلى المنطقة الجنوبية استعدادا لبيعها إلى المهربين في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أن هذه الكمية كانت على متن شاحنة تنقل زيوتا سائلة. وأضاف الجهاز في بيان له أن المكتب التابع له في بلدة نسمة تمكن من ضبط شاحنة تنقل الزيوت السائلة إلى المنطقة الجنوبية باستخدام تصريح نقل مزور. وعند تفتيش الشاحنة اتضح أن الزيوت وضعت من أجل التمويه، وأن الشاحنة محملة بكميات تقدر بأربعين ألف لتر من وقود الديزل لبيعها إلى مهربي الوقود بالمنطقة بسعر دينارين للتر الواحد. من جانبه أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي أعلن ضبط أكبر شحنة من مادة الكوكايين في البلاد تقدر ب 128 كيلوغراما في ميناء المدينة. وقال الجهاز أن بلاغا ورد من مديرية مكافحة المخدرات السعودية يفيد بوجود شحنة من فاكهة الموز قادمة من دولة الإكوادور يشتبه في أنها تحتوي كمية من الكوكايين الخام. وأضاف أن عملية التفتيش بجهاز المسح الضوئي وكلاب الأثر بيّنت وجود الكمية المقدرة قيمتها ب 224 مليون دينار ليبي مخبأة داخل أرضية حاويات الموز. وكشفت التحقيقات وفق الجهاز عن تواطؤ أحد أعضاء مصلحة الجمارك بالميناء مع أحد المشتبه بهم ليتم ضبطهم وإحالتهم إلى مديرية المصلحة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. في الشأن المصرفي، أعلن مصرف ليبيا المركزي إغلاق منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية إلى نهاية شهر مارس الجاري. وأكد المصرف اكتمال حجز الحصة المخصصة لكل المصارف التجارية إلى نهاية شهر مارس 2024، مشيرا إلى أن موعد فتح المنظومة سيكون يوم الأحد 31 من مارس الجاري. ولم يحدد المركز قيمة العملة التي جرى حجزها أو عدد الأفراد، لكنه نشر بيانات بعد يومين من إطلاق المنصة الإلكترونية تشير إلى أن عدد المسجلين بلغ 72,400 فرد خلال قرابة يومين. استقبل مطار مصرات الدولي أولى رحلات شركة مصر للطيران، وذلك بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات. وبحسب مطار مصرات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فإن من المقرر أن تكون رحلات الجوية بين مصرات والقاهرة بواقع رحلة أسبوعيا ذهابا وإيابا. وسيرت مصر للطيران الرحلة وعلى متنها 110 راكب، حيث يأتي ذلك لزيادة الحركة بين البلدين وفق يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران في تصريحات إعلامية وفق صحيفة الجمهورية أونلاين. مرض الحمى القلاعية موضوع أصبح حديث الشارع الليبي في الآونة الأخيرة. هل يشكل تهديدا للثروة الحيوانية الليبية؟ ولماذا يحذر المختصون من تداعياته على المستوى الاقتصادي؟ التفاصيل في التقرير التالي. خسائر كبيرة يتكبدها مربو المواشي منذ فترة طويلة بتواتر الأمراض التي تصيب قطعانهم، أعداد لا متناهية منها تشهد نفوقاً كل يوم، بلغت في البيضة وحدها 6,000 رأس غنم ناهيك عن الأبقار والدواجن، في وقت تؤكد فيه السلطات القائمة على الثروة الحيوانية أن حصرها صعب في ظل ارتفاع أعداد الإصابات على مدار الساعة. رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية عبد الرحمن حبيل أكد في
تصريح إعلامي أن المواشي المصابة تتسبب في خسائر اقتصادية كبرى للمربين وتؤثر على الثروة الحيوانية في ليبيا، في وقت يطالب فيه أصحاب القطعان بضرورة توفير اللقاحات اللازمة بصفة مستعجلة قبل أن تفتك الحمى القلاعية والجد العقدي بمصادر رزقهم. مشكل آخر قد يزيد الطين بلة، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان، الفترة المثلى لارتفاع الطلب على شراء اللحوم. فمع التجاء نسبة هامة من المواطنين لشراء اللحوم الوطنية، وفي وقت تتربص فيه الأمراض الحيوانية بالقطعان، يرجح المختصون أن تشهد أسعارها ارتفاعاً قد يصل إلى 70 ديناراً الكيلوغرام الواحد، كما تم تسجيله عقب أعصار دانيال، ما يزيد من إثقال كاهل المواطن، وقد يطال تأثير هذه الأمراض إلى عيد الأضحى، حيث يحذر من فقدان أعداد كبيرة من المواشي، وتطرح فرضية الالتجاء إلى توريد القطعان، وبالتالي ضرورة توفير ما يلزم من مخصصات مالية إضافية لهذا الغرض. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن البلد والمواطن لا يتحملون تبعات أزمة غذائية قد تهددهم في أي لحظة، خاصة وأن رؤوس الماشية بقيت منذ سنوات دون المستوى المطلوب، ما يجعلها تحت تهديد أي مرض يطالها. ويؤكد المختصون أن انتشار الحمى القلاعية أو الجد العقدي بين القطعان يعود إلى عمليات التهريب عبر الحدود دون رقابة أو كشف صحي، ما يتسبب في توسع رقعة المرض ويؤدي إلى خسائر اقتصادية جمة. وحتى مع خطوات إقفال الأسواق وتطهير المناطق التي شهدت حالات إصابة، فإن الأزمة لم تطوق بعد. فهل يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأغنام وتعويض المربين لتفادي ارتفاع الأسعار؟ ولمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيفنا الأستاذ صالح بومباركا، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر. أستاذ صالح، مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلس. أهلا وسهلا بك أختي كريمة. أهلا بك. إذن في البداية أستاذ، حدثنا عن الوضع الحالي فيما يتعلق بمرض الحمى القلاعية، يعني نسب النفوق، وهل يواصل هذا المرض في الانتشار، وبالتحديد الخسائر التي تعرض لها المربون من وراء هذه الأمراض؟ طبعا في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لخسائر الثروة الحيوانية بعد الإحصار السابق دانيال، وتحدثنا أكثر من مرة طبعا بعد الإحصار السابق دانيال، توجهنا بمخاطبات عاجلة لجميع المسؤولين داخل الدولة الليبية، وزير الزراعة، رئيس الحكومة، طلبنا بدعم المربي، طلبنا بتعويضات عاجلة لحظائر الدواجن التي صار فيها خسائر كبيرة، وكذلك المناحل، المواشي، الإبل، الأبقار، صار عندنا خسائر كبيرة. للأسف الجهة الوحيدة اللي تواصلت معنا هي القيادة العامة للجيش الليبي، تم تكليف سيارات عسكرية وقمنا بزيارات لمناطق جنوب البيضاء، وتم إرسال إغاثات من قبل القيادة العامة للجيش الليبي. من بعد القيادة العامة للجيش الليبي إلى يومنا هذا لم يتواصل معنا أي مسؤول. طالبنا يعني من فترة طويلة بسيارات لنقل لرش المبيدات بعد كثور النفوق داخل مدن الجبل الأخضر بعد الكارثة اللي حلت بجبل الأخضر. من بعد الإحصار جانا مرض الجلد العقدي للأبقار، اللي هو أول مرة جينا في دولة ليبيا. طبعا الإصابات حتى يومنا هذا تجاوزنا 1100 إصابة في الأبقار فقط، هذا الجلد العقدي، وعندنا حوالي 170 رأس إصابة نفوق. من بعد الجلد العقدي دخلنا في مرض الحمى القلاعية الفتاكة، والآن داخل بلديتنا عندنا حوالي 6000، تجاوزنا 6000 إصابة، 6000 إصابة من الماشية. الأبقار حوالي 150 رأس، بالنسبة للنفوق عندنا حوالي 11 رأس أبقار، وعندنا حوالي 500 رأس من الأغنام. الحمى القلاعية مرض سريع الانتشار، وحمى يعني فيروس جاء توفى فيروس يعني حتى جاء بشدة يعني، وكان فتاك للمربي، المربي يعاني، المربي يعني ما فيش حد وقف معاه. فنحن مستغربين ليش المسؤول إلى اليوم هذا ما تواصلش معنا حد، ليش ما داز يعني معقولة حتى شيش مطهر، ما فيش مسؤول يقول أن ندعم خاصة جبل الأخضر، يعني أنت عارفة من بعد الإحصار ونحن والله نعاني. اللقاحات لا توجد أستاذ، هناك نقص في اللقاحات؟ طبعا الإدارة بمكتب الصحة الحيوانية ممكن من 3 سنوات والله ما عنده شيء، يعني المفروض التحسينات هذه متواجدة باستمرار. والله مدير مكتب الصحة الحيوانية نحب نوجه له كل التحايا، كذلك رئيس جهاز فرع الشرطة الزراعية، والله يشتغل بمجالات خاصة، والله بنقص الإمكانيات ما عندنا شيء. نحن ندور في زيارات ميدانية، نقوم بتسجيل الحيوانات النافقة والحيوانات المصابة فقط، ونقوم نعطوه إجراءات وقائية اللي هو يعزل فقط، يعني ما عندناش ولا مطهر ولا مبيدات حشرية ولا عندنا تحسينات، تحسين الحمى القلاعية وتحسين جد
العقدي هذه لازم يجيبها الدولة، لازم تتدخل الدولة ويجيبها الدولة، المربي ما يقدرش يوفرها ولا في قطاع خاص يوفرها. نعم، يعني أستاذ برغم خطورة الوضع وتهديد كبير للثروة الحيوانية تقول أن هناك تقصير من المسؤولين. نعم نعم طبعا الأسبوع اللي فات اللي هو يوم الخميس قام منسق القضاء باجتماع مع مديرية الغطية وقاموا بقفل الأسواق خوفا على انتشار الأمراض بشكل كبير. ما فيدنا شيء، نحن ما عندناش أي دعم، نحن شيء وحيد توان سكرنا الأسواق ومنعنا تجول بالمواشي داخل السيارات إلا بشهادة صحية أو لأن ما توصل للسرخانات، وهذه السرخانة كلفنا طاقم طبي على طريق مكتب الصحة الحيوانية والصحة البيئي بمتابعة الذبحيات، ما فيش ذبحيات تنذبح إلا عن طريق المتابعة وعن طريق الأختام، ونبهنا المواطنين بعدم شراء أي لحوم إلا تكون مختومة، كذلك الخوف كذلك الفترة هذه من الألبان طبعا المرض لما الحليب يوصل درجة غليان عالية ما تخافش منه، لكن الألبان ما تنغليش، فالألبان كذلك تؤثر على صحة الأطفال وصحة كبار السن. يعني موضوع والله مش سهل، الناس والله المسؤولين للأسف يعني مش مدورين موضوع الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية راهي من احنا من إحصار، وتعال والله نعاني في معاناة ما يعلم بها الله. يعني لما عندي مناحل والله حتى خذوا نصيبهم في الإحصار، عندنا كذلك الحظائر 17 حظير واجد دمرت بالكامل. طيب هذين كله حسب بالك نقص نحن داخلين على شهر رمضان، هذا كله يجي كالة على المواطن. لما اللحم من 55 يكون اليوم 75 ودخل على 80 دينار، لما تحكي معي يقول لك انا مش لاقي ساعي، ما فيش انتاج، يقول لك هذين نمشي السوق ما نلقاش، اللي عنده حاجه خايف عليها وعزلها، عندنا بعد شهر رمضان حيجيك عيد الاضحى المبارك. يعني للاسف تقصير المسؤولين وتقصير الدوله مع المربين، هل هو مقصود ما يبوش يبي بالمربي يترك التربيه، هل هو في ناس الله اعلم. يعني نسأل الله أن يهديهم إن شاء الله ويلتفتوا لهم ربي. يعني أمين. فقط أستاذ يعني في الختام، التوصيات ربما التي يمكن أن تقدمها للمربين للحماية، حماية القطيع من هاته الأمراض. بالنسبة للمربي على دراية كاملة، هو عارف أن مرض الحمى الكلعية ليس بجديد على الجبل الأخضر، لكن طبعا المربي لما يجيه مرض يبيت المكتب الصحة الحيوانية. مكتب الصحة الحيوانية هي من توفر اللقاحات، توفر التحسينات، توفر الأطقم الطبية بالملابس الوقائية، هذين كله يكون جاهزات عندنا، نطلع ندور حملة تحسينات وندور له عزل بيطري، لكن بدون إمكانيات كيف نبي نشتغل أستاذة؟ نحن الشيء الوحيد اللي ندرو فيه اللي هو نعطي فيه إجراءات وقائية، نقول له أعزل الشاة المريضة والشاة المصابة واللي تموت تكون بعيدة حرقة. يعني تو نحن وصلنا أن لما تموت شاة نقول له عدي مكان بعيد ولع فيها النار، لأن هذه حتى مضرة للبيئة لما نحطها في مكانه وتحل مشكلة. طبعا. يعني نحن حتى نقص حتى تقصير بجميع حتى الأمور هذين في ناس متخصصة فيهم، حتى جودة المواشي هذين اللي كل يوم نفقدوا فيهم المفروض في صاحب يكون عندهم يعني دور كبير فيه وتكون دفنة بطريقة صحيحة. يعني صار الحديث أستاذ عن أن السبب في تفشي هذه الأمراض هو المواشي التي تم تهريبها عبر الحدود، ما رأيك في ذلك؟ بالنسبة للحمى القلعية متواجدة معنا، الحمى القلعية هي عندها موسم معين تجي فيه وتكثر في فصل الشتاء، لكن في فصل الصيف طبعا هي تنقطع لأنها ما تتحملش الحرارة، الفيروس هذا في فصل الشتاء فيجي. نعم. نعم. وضح، شكرا لك أستاذ صالح مباركة مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر على هاته المعطيات القيمة، ونتمنى السلامة للقطيع المواشي أكيد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم ومن ثم عيد الإضحى المبارك. إذا نواصل ونمر الآن إلى ملفنا الموالي ونتحدث عن الآبار في ليبيا والثروة المائية في ليبيا. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليبيا عبد الحميد دبيبة عن إنجاز 207 آبار في عدد من مناطق البلاد، وذلك ضمن جهود لتقليص تداعيات ندرة المياه على البلاد. وقال دبيبة خلال مشاركته في احتفالية الإعلان عن تنفيذ الآبار 207 إن إنجازها تم في إطار مشروع عودة الحياة، مشيرا إلى أن إنجاز 57 بئرا في المنطقة الشرقية، هناك 67 بئرا في المنطقة الغربية و37 بئرا في المنطقة الوسطى، كذلك هناك 29 بئرا في المنطقة الجنوبية سيتم إنجازها، 17 بئرا في المنطقة الجنوبية
الشرقية، يعني هذه الأرقام التي قدمها، وأضاف أن شح المياه شكل تحديا أمام الدولة لتغيير هذا الواقع، لا سيما مع ما تلقاه الكثير من المدن والقرى من معاناة في نقص المياه وأيضا التكاليف الباهظة. ونتحدث عن القدرة الإنتاجية لتلك الآبار التي تبلغ 97 ألف متر مكعب في اليوم الواحد، ويتوقع أن تسهم في التخفيف من معاناة عدد من مناطق ليبيا من تداعيات أزمة شح المياه. وتصنف ليبيا في المرتبة السادسة عالميا ضمن الدول العشر الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد المائي، بينما قدرت دراسة أجرتها المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات نصيب الفرد من المياه في ليبيا بحوالي 120 متر مكعب في السنة، ما يضع البلاد دون خط الفقر المائي المقدر ب 1000 متر مكعب للفرد في السنة. وسبق لموقع مشروع خطة إعادة الحياة أن نبه في أكتوبر الماضي إلى تسجيل ليبيا عجزا مائيا يبلغ نحو 580 ألف لتر مكعب يوميا. وتطمح البلاد في إطار الخطة نفسها إلى تمديد خطوط وإمدادات المياه إلى المناطق الأكثر عرضة للجفاف بحلول عام 2026. إلى جانب ذلك، دعت منظمات وتقارير دولية السلطات الليبية إلى التفكير في مصادر بديلة للمياه في ظل الصعوبات التي تواجه من حين مشروع النهر الصناعي الذي أطلقه الراحل معمر القذافي عام 1984. في هذا السياق، دعا تقرير أصدره مركز الشرق الأوسط الأمريكي السلطات الليبية إلى ابتكار حلول بديلة لإدارة المياه الجوفية وإلى إعادة النظر في مشروع تحلية مياه البحر للتخفيف من آثار أزمة المياه مستقبلا. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل، والآن مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل، والآن نمر إلى ملف آخر. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، نتحدث اليوم عن الخبز، أحد المواد الأساسية في الموائد الرمضانية. أسعاره ومدى توفر الدقيق، أسئلة يجيبنا عنها ضيفنا متواجد معنا حاليا عبر الهاتف، الأستاذ أحمد الكردي، نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك. أستاذ أحمد، مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه. اهلا بك استاذ. بدايه، كيف تتابع وضعيه الاسواق ايام قليله قبل شهر رمضان المعظم؟ والله الحقيقه يعني بكل امانه يعني ان الاسعار فيه ارتفاع نسبي، واعتقد ان هذا شيء دائما يحدث في بدايه كل رمضان، ترتفع الاسعار بمعدل 10 20% في بعض الاسعار، وخصوصا اللحوم. الحقيقة اللحوم الحمراء. نعم أستاذ، إذا يبدو أن الخط قد انقطع مع الأستاذ أحمد الكردي، في انتظار أن يكون معنا مجددا. طيب، في انتظار أن يكون معنا من جديد، نمر الآن إلى فقرتنا الموالية، الأسواق. وجولتنا لليوم ستكون في محل بيع لحوم البيضاء بطرابلس. جناح 15، عندك الدبوس 21، عندك صدر الدجاج 24، عندك الفخذ تاعك 17، عندك الكبد 34، كبدة نظيفة واطية، عندك الدجاج مشوط 17 كيلو، عندك الدجاجة السعيدة، عندك الكيلو نتاعها ب 13،
عندك دجاج صواح أول كيلو خاص، عندك صدر مثبت 24، عندك الطريق 24 طريق، عندك لحم تنبول 3.5، عندك شيش 25، عندك سلو 25 مواتي، عندك الفخر دبوس 21 تبدل. هذا كله معناه اللي بياخذ بيش بيطول. هو لا هو شطول. عندك فخر تام 20 كيلو، عندك جناح تبدل حتى 20، عندك فخر مسحب مضر عضل 25، عندك دجاجة تام 20 فوشة حقيقية، عندك فخر شواء بقى 20 حتى أهلا. إذن من جديد ضيفنا متواجد معنا الأستاذ أحمد الكردي نائب رئيس الاتحاد الليبي للجمعيات حماية المستهلك. أعيد لحضرتك الكلمة أستاذ أحمد، تفضل. حقيقة نبه إلى شيء مهم، إن أراه الأسعار في كل دول العالم تعتمد على العرض والطلب. إذا زاد الطلب من طرف المستهلك أو من طرف المواطنين وارتفع بوتيرة عالية، يستغلوه التجار ويستغلوه الحذاق لرفع الأسعار. لذلك أنا ننصح دائما بعدم زيادة الطلب على الحد الأدنى اللي ممكن يمشي به الإنسان يعيش به. يعني ما فيش لازمة يأخذ الإنسان كميات كبيرة من اللحوم أو كميات كبيرة من الدقيق أو غيرها من السلع الأخرى، لأن هذا سيؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي يستغل وترتفع به الأسعار. الإنسان يجب أن يأخذ ما يقل كأقصى حد المفروض 3-4 أيام، أكثر منها ما يأخذش، بحيث يحافظ على الأسعار ما ترتفعش بهذا الشكل. الأمر الآخر الحقيقة أن نحن يعني حقيقة حد لا نتكلم كمجتمع عربي وكمجتمع إسلامي، رأوا شهر رمضان ليس شهر للاستهلاك وزيادة وتيرة الاستهلاك من كل السلع، لأن شهر رمضان المفروض شهر هو في السنة المفروض إحنا بنستفيد منها من خلال ربط علاقتنا وتجديد علاقتنا بالله عز وجل واللجوء لله عز وجل وتقليل الاستهلاك والاستفاد منها، لأن الله عز وجل في نهاية يقول صوموا تصحوا، فهو فيه بركة أن الإنسان ينظم حياته وينظم جسمه ويعيد لياقته بالشكل المطلوب، بالتالي يبتعد على الاستهلاك الزايد. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن التجار المفروض في هذا الشهر يتاجروا مع الله عز وجل، يحاولوا توفي كل دول الإسلامية الأخرى ماليزيا وإندونيسيا وغيرها، تجد الشركات والتجار ييسروا في الأمور للمواطن. إلا في بلادنا العربية للأسف اللي هي مهد الإسلام تجد العكس، الساعة يستغل الشهر وترتفع الأسعار بشكل كبير جدا. فنسأل الله يعني أن الإخوة أصحاب التجار أن هم يتعاملوا ويتاجروا مع الله عز وجل ويسروا الأمور للمواطن الكريم. طيب أستاذ، نعم فقط أستاذ أحمد، فيما يتعلق بالخبز، رئيس نقابة الخبازين محمد بخريس قال أن 4 أرغفة من الخبز سيكون سعرها بدينار واحد خلال شهر رمضان المعظم. هل هذه الأسعار واقعية؟ يعني هل فعلا هي الأسعار الموجودة الآن؟ والله احنا نسمع فيه الكلام هذا تو منذ شهر تقريبا، ان سيكون الاربع ارغفه بدينار، ولكن على ارض الواقع لا زال لم يتحقق. لا زال 3 ارغفه بدينار، ويا ريتها حتى الارغفه بالوزن المناسب. في عدم متابعه وفي عدم مراقبه على المخابز، يعني فيه اللي تجد الرغيف 100 جرام وفيه اللي تجده ممكن 60-70 جرام أقل من المحدد قانونا وحسب القرار وزير الاقتصاد. وإحنا نأمل أن النقابة أو وزارة الاقتصاد يكون عندهم أدوات تفتيش على المخابز والتأكد من هذا الكلام مطبق على أرض الواقع، أو أنه هو مجرد استهلاك إعلامي ودغدغة لمشاعر المواطنين. ثم أن عندنا جهاز الحرس البلدي، لو أنه هو فقط يعطوه التسعيرة القانونية المحددة والوزن المحدد، أنا متأكد أن جهاز الحرس البلدي مش حيغلب في أنه هو يقوم بواجب المطلوب منه. أيضا يا أختي نبي نأكد حاجة تانية، وهذه يجب دائما أن أنتم كدوركم كإعلام
رأوا استهلاك الدقيق بشكل كبير ومفرط وأكثر من الحد المسموح به، لها أضرار صحية وله تأثيرات على الجانب الصحي على القصير والبعيد المدى. فبالتالي المفروض احنا نحاول نقلله من استهلاك الدقيق، لأنه نلجأ إلى استهلاك الدقيق القمح أو دقيق الشعير أو غيرها من الأنواع الأخرى أو الشوفان أو أي أنواع أخرى الذرة التي فيها فائدة. الدقيق الأبيض هذا منزوع الجنين ومنزوع النخالة وغير مفيد للأسف بكل واقعية. شكرا لك أستاذ أحمد الكردي نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك على كل ما أفدتنا به. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.